حقيها قود يا حسبك معارض كوضني خادر حسين عبدي يوسيرك ورفافينت السومالان عبد الرحمن عبد الله قربر واغو ايه هذا الله يسكو داف سدي شروينا استناد الله يلوقب تسحافة السومالي لان وورينتينا حقيها قود يا حسبك معارض كوضني ايات المامين ورباهين توتاق انت هاي سو قد بنتا دليل حكومة دي وحيابا كل دون اي كقابي سو سي شعب كلوغو يفتيمي حقيقة دا ايو تلمامي حقيها قود يا حسبك معارض كوضني يسقو كهال لينا وحوري سياسي مركن لي حكومة دو نغون كرا معارض دو نغون كرا متبور بجعلي إن أيضا أنت اللي تجعلي هاي الله بحنين لكن تي سور حسدوية هدو قرارية هدو فيعية هدو حنية شغال صحافة وحوية إن الحق تدك وصوبر لك تسدت هاي أي محاك ولا لا يوجدو هدي مثلا خلاف وما نرى أو سبب الخلاف هو دعاية تبرد هذا الحكومة تتحي وإن لا شيء هدي أي شبه هذا السماء اسماء أو سبب تا أي شبه هذا السماء اسماء أي تبرد هذا الحكومة تتحي وإن لا شيء حكومة وإن لا يدوني حكومة وإن لا يدوني إن حال مستور لغنمي لكن قف كشعب غاه حكومة الدورتي وحق اللي يعني إنه هلا سببت واحد كستود عيا ولا عيا عدة مسؤولية داله هنا دتك حقت أساسا أنا وايدك وح كلو كم إذا صحافة مسؤوليات كذا هنا وحنا إذا صحافة يدا عيا كان جو يسدد وح يكدر ذي يعني وين يدمكه قال مثلا دتك وح يكدر ذي يعني وح يكهر ذي يعني أفريقيا ده دبعتها إسكها إستا حكومته واحد إسكت عليه إن يقول لي سكت صعبتهم ما تعلى إن نار تلف واحد يقول لي كدونا يبلك أنت ما أدو ما تعلى إن دت كدودان واركتيو كل دونا أي كدودان ما تعلى إن دت في سويديان واحد صو وطن كندا هدراوي بقى قبل يقول لي هاي بقى واحد كشرتي إن أنت هذا لك علوس ردي بسبب ولا تاني waxaan aragnaa la xukuumadu hadii dhimsadaan dankiisa wasiirka warfaafinta Soomaaliland oo madashaasi ku sugnaa ayaa ka jawaabay hadallada ka soo yeeray xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani isagoo tilmaamay inay markasto galiyeen inay saxaafadu soo gudbiso waxyaabaha jira isagoo arrimahaas ka jawaabayna wuxuu yiri waxa dhacday in war mucaaradka sidoo sheegay inna اسمان احمد اسمان سابتي في هرقيسان.